السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا أخي رجعتنا إلى أيام من أيام كرة القدم الجميلة. أنا أعتقد الذي حدث في كأس العالم في عام 1982 من جانب المنتخب البرازيلي يعني سحر كرة القدم بالضبط. إذا كان الكثيرين في العالم قد حبوا وعشقوا كرة القدم لأنهم شاهدوا الكثيرين من لاعبي المنتخب البرازيلي واللاعب البرازيلي على وجه التحديد كانوا من الأسباب الرئيسية الكثيرين في العالم يعشقون كرة القدم. يمكن أنا شخصيا بنحاز إلى هذا المنتخب الخاسر طبعا في كأس العالم عام 1982، بنحاز له لكثير من الأسباب. أولها أنه كان لي الشرف الحقيقة بحضور كل مباريات المنتخب البرازيلي في عام 1982، لذلك المنتخبات البرازيلية الأخرى طبعا أنا يمكن غيري ما أتيحت لهم الفرصة للمشاهدة على الطبيعة، وأعتقد أن الوضع يختلف تماما، وخاصة إذا كان المنتخب ممتع، وخاصة إذا كان المنتخب ساحر، وبالفعل هذا ما كان من جانب المنتخب البرازيلي. وباعتباري شاهد على العصر، وباعتبار أن الإخوان كانت في تلك الفترة اتحاد إذاعة الدول العربية شرفوني بأن أنا أعلق على المنتخب اللي أحبه بالفعل، لأنني واحد يعني من عشاق كرة القدم البرازيلية. أنا أعتقد اللي حصل في الملاعب الأسبانية وخاصة في الدور الأول عندما لعبت البرازيل مثلا مع الاتحاد السوفيتي، اسكتلندا، نيوزيلندا، أنا أعتقد أن هذه الفرق ربما جلست تتفرج مثلي أنا ومثل الآخرين في العالم على جمال كرة القدم وعلى حلاوة كرة القدم. في كل مرة من المرات نذهب إلى الملعب بشكل مبكر جداً، وكان نحن أنا ويا زملائي في الوفد التلفزيون القطري ذاهبين على أساس نشوف مسرحية راقية رائعة، نشوف أو نستمع إلى موسيقى راقية جدا. بالفعل هذا ما كان يقدم المنتخب البرازيلي لجمع ما بين المواهب الطبيعية الفطرية اللي قدمت لنا كرة قدم أبهرتنا وأبهرت العالم. مش ممكن اللي كان يحدث في هذه الملاعب، والحقيقة كانت حتى الجماهير البرازيلية ممتعة، لأن الجماهير البرازيلية كانت تطير طائرات ورقية تصور على تقريبا بشكل عمودي على رؤوس اللاعبين تقريبا بالأعلى، وكان المنتخب البرازيلي يتلاعب بالكرات مثل ما تتلاعب الجماهير البرازيلية في المدرجات بعملية الكنترول على هذه الطائرات الورقية. فكنا نذهب إلى مهرجان كروي جميل عامل يعني حقق لنا المتعة الجميلة ما بين كرة القدم الجذابة الجميلة والأهداف الرائعة والنجوم الكبار. فكانت أكيد الانتصارات الثلاثة وغير الانتصارات الثلاثة، هذا كان متوقع لأن المجموعة سهلة، لكن سحر كرة القدم بالفعل تحقق لنا جميعا، وكنا كل يوم نخرج من أرض الملعب وكأننا متشبعين كرويا مبسوطين، يعني نحن كانت لنا فرصة حضور هذا المنتخب الرائع على الطبيعة. طبعا بعد ذلك طبعا
أكيد البرازيل على ربعهم، الأرجنتين 3-1. لكن بعد ذلك إذا جاز التعبير وقعت الكارثة، إذا جاز التعبير. يا أخي في عالم كرة القدم مو بالضرورة الفريق الأفضل يفوز، في عالم كرة القدم مو بالضرورة الفريق الجميل اللي قدم لنا سحر كروي بالفعل يفوز. ولذلك هي من متعة كرة القدم، التوقعات كلها كانت تشير إلى فوز البرازيل على الطليان، لكن هذا ما كان. خسرت البرازيل وخسرت قلوب العالم والكثيرين في العالم اللي انصدم الحقيقة بخروج البرازيل. شخصيا كانت مشاعري حزينة جدا، وكان معي الأخ خالي المهندي، كان حاليا رئيس اتحاد كرة الطاولة في قطر، وحتى السائق الأسباني اللي معانا كان يقول إن بطولة كأس العالم قد انتهت، وبطولة كأس العالم في عام 1982 بخروج البرازيل ما أصبحت بلا متعة. وكنا نتفق، وساد الصراحة العودة من الملعب إلى السكن جو حزين بصراحة. كنا نتمنى ونأمل أن هذا المنتخب يواصل هذه الإبداعات الكروية الجميلة، لكن خسر بالفعل بعد أن قدمت البرازيل على أقل تقدير، لأن في اختلاف. وهنا الحقيقة أنا أنحاز، لأن حضرت وشاهدت على الطبيعة غير المشاهدة التسجيلية من خلال الشاشة، فأنا يمكن أنحاز، أو على أقل تقدير أن هذا يعني أول برازيل قدمت لنا منتخب أفضل منتخب، أنا ما عندي شك في ذلك، أفضل منتخب قدمت البرازيل في عام 1982 ما فاز بكأس العالم. فكانت الحقيقة يعني ضربة موجعة أعتقد للبطولة يعني وللمتفرجين والأنصار. فريق إذا ما خلت مذاكرة سجل 15 هدف وخرج من الدور الثاني. وأتذكر وأتمنى ما تخني الذاكرة أن الأسباني ما فازوا بكأس العالم سجلوا 8 أهداف. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.